هل ورد حديث العمرة في رمضان وهل هذا الحديث صحيح حيث سمعنا إنه حديث ضعيف؟ جاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره عمرة في رمضان تعدل حجة، في رواية تعدل حجة معي، فالحديث لا إشكال فيه فهو صحيح، على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رمضان، لكن القول هو العام الشامل للأمة، فالذي يعتمر في رمضان يحصل له هذا الأجر العظيم على حسب أدائه للنسك على ضوء ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وعلى قدر إخلاصه. المقصود أن الحديث صحيح ولا إشكال فيه. منهم من يرى أن هذا الحديث خاص بالمرأة التي قال لها النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل عن الحج فقالت فاعتذرت بعذرها. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حجة عمرة في رمضان تعدل حجة معي. منهم من قال أن هذا خاص بهذه المرأة التي لها عذر اعتذرت به عن حجها مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الأصل أن عموم اللفظ هو المطلوب للجميع، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.